ادام فيها حشوه فيها ايه اللي عندك في التلاجة وظفيه. طيب وقع على النار او طاسه او صينيه او حل حبه زيت حلوين وجمال كده، هبدا انزل بيه. انا عندي بصل وعندي فلفل الوان مكعبات صغننه، عندي طماطم مكعبات صغيره، عندي سوسيس متقطع بالشكل ده كده صغير برضو مش كتير مش كبير. بصوا بص شكله عامل ازاي، بص جيمي هنا اهو. بص شكله عامل ازاي بالمنظر ده كده. طيب عندي ايه؟ عندي البهارات بتاعتنا، معايا توم ومعايا بابريكا ومعايا شويه بهارات، او ممكن تحطي مثلا كمون وملح وفلفل اسود اللي انت عايزاه، ما عنديش فيه اي مشكله. طيب هبدا بعد كده افرم البطاطس بالخلاط، مش اهرسها، انا عايزاها ناعمه خالص، زبده وشويه حليب وبطاطس. بطاطس عشان تطرى معاكي وتبقى سهله في الضرب تقطعيها وتقشريها بالشكل ده، لكن لما بحبها قاسيه شويه بعملها بقشرها وبصفيها واحطها في التلاجة شويه، لما بحب ان هي تكون قاسيه شويه. شويه جبن على الوش، وممكن ما تحطيش جبن، ممكن تحطي بشاميل، ما عنديش اي مشكله خالص. طيب على النار هننزل بايه؟ يلا بينا مقاديرنا على الشاشه. وبتقول ايه؟ شويه زيت في على النار، حبه من السوسيس ينزلوا بالشكل ده كده وهو بيتشوح، هنزل عليه بالثوم. مقاديرنا بتقول ان احنا معانا سوسيس وبصل وثوم وفلفل الوان وطماطم مكعبات وصلصه طماطم متسبكه، سبع بهارات وبابريكا وملح وفلفل اسود. انا نزلت بالسوسيس الاول، نزلت معاه بفص الثوم كده اهوت او معلقه ثوم، يطلع الروائح الحلوه بتاعته. يا نهار ابيض على الجمال بالشكل ده كده، ريحة التوم مع السوسيس تحفة. هنزل بيه، هنزل عندي فلفل وبصل وطماطم، هنزل بيهم هما الأول ولا انزل بالبهارات؟ فلفل الألوان، هننزل بالفلفل الأول قبل البصل واشوح ده كله كده مع بعض. ريحة التوم تجنن مع السوسيس والفلفل لما نزل دلوقتي روعة. قبل البصل ما ينزل هنزل بالبابريكا وهنزل بالسبع بهارات والملح والفلفل الاسود. بصوا عملت ايه؟ نزلت بكل المكونات الاول، شويه زيت نزلت عليهم بالسوسيس، حبه الثوم شوحت كله، نزلت بالفلفل الالوان، بعد كده نزلت بالملح والفلفل الاسود والسبع بهارات والبابريكا. شوحت كله مع بعض وبعد كده نزلت بالبصل. بصوا المنظر عامل ازاي ما شاء الله، اللهم بارك. طيب هنزل بالطماطم في الاخر وعصير الطماطم المتسبكه ومش عايزه كتير. طيب ما عنديش طماطم متسبكه، ينفع اخد معلقتين صلصه طماطم بوريه وانزلهم عليهم عادي؟ ما عنديش مشكله، بس التست بتاع الطماطم اللي هي دي كده احلى. طيب ما عنديش طماطم متسبكة ومش عايزة احط صلصة طماطم بوريه علشان انت قلتي التسبيكة بتبقى احلى، اعمل ايه؟ طماطميتين وبصريهم، طماطميتين وبصريهم ناعم وحطيهم معاه، هيبدأ ان هو يديك تيست حلوة قوي برضه. بصوا الكمية ما شاء الله، اللهم بارك. عايزة تحطي فلفل حامي طبعا، رغدة احنا انا ملاحظة النهاردة ان الحلقة كلها ما فيهاش فلفل حامي. ارحمينا شويه من الحامي اللي بتعمليه. عايزه اقول لكم الريحه تجنن. نشوف الملح، بسم الله بسم الله، مش محتاج اي حاجه والله، محتاج فلفل حامي، يعني محتاج ايه سنه صغيره كده فلفل حامي او شويه شطه. ماشي هاتي، مع اني مش مرشحين ان انا استخدم شطه، لا دخلي لي فلفل حامي. انا ما برجحش استخدام الشطه قوي يعني. حطينا بطاطس وحطينا فلفل وحطينا ملح وحطينا شويه زبده صغيرين وشويه حليب، وهبدا ان انا اعمل كده. بسم الله.
هاجي هنا اعمل كده دهنة سمنة او دهنة زبدة ايا كان بالشكل ده كده. صباح طبعا كله دلوقتي كان متوقع ان انا اعمل ايه، ان انا احط بطاطس واروح حاطه السوسيس في نصها وارجع احط بطاطس وارجع احط جبن. لا انا مش هعمل كده. انا حطيت دهنة سمنة، حطيت السوسيس على الأرضية بتاعت السمنة، وهبدأ بعد كده. بصوا المنظر ده، شايفين دي البطاطس اللي أنا عايزة، علشان كده ضربتها في الخلاط عشان تبقى بوليه ناعم خالص كده. مهما تعمليها بإيديكي مش هتطلع بالشكل ده، بالمنظر ده كده. شايفين ما شاء الله، اللهم بس هايله 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 هايله. عايزه اقول لكم على حاجه، ان هم جابوا لي الفلفل وبعد ما حطيت السوسيس ما شوف ما حطيتوش. حبة جبن كده حلوة على الوش، ميكس جبن كده شيدر مع موتزاريلا. حاجة أصلا عندنا مستوية، فاحنا محتاجين ايه؟ الجبن بس هي اللي تسيح.